سوزان شوفي هلأ بده ينزل ضغطي، إذا الشغلة بس هيك شلحيه. وهالدانتيل شي كتير مميز، عن جد حلو. ايه هذا الدانتيل كتير مميز، رجاءا لو سمحتي شوفي ما عم بقدر احكي شلحيه وانتبهي عليه. بس بدي دقيقة من وقتك لأنه عم بعمل مربى الكرز وهو على النار، ما بدي اتأخر بفور. كيف يعني؟ لحظة، كيف هيك؟ بترجاكي وقفي شوي؟ شوفي شلحي الفستان، شلحيه؟ اهدي اهدي على مهلك. لا 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 لا، إذا بتحبي الله لا تعمليها. ريحته كتير طيبة، إذا بدك فيكي تدوقي. لا سوزانة منقيت، وقفي. احترقت. أي بدي أقولك شغلة، أصلاً أنا حسيت من ريحته إنه كتير طيب استوى، وإذا استوى أكتر من هيك بده يسمعك. اطفي النار عليه ورجعي لورا لورا. تعي لعندي، تعي لعندي شوي لعندي، تعي يلا تعي 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 لحطني أنا، تعي تعي لهون سوزان. السر إنك تحركي كل شوي. على فكرة الدانتيل كتير ناعم وظريف ومرتب، عجبني كتير. الله أعلم قدي بتكوني دافع حقه. لا 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 لا، وقفي إن شاء الله وقفي. دفعت فيكم مصاري شلحي؟ لا شش، شوفي عم بنقيت كرمال الله شلحي. هلأ ارتفع ضغطي، بوس إيدك شلحي. بدي أقلك شغلة، شو رأيك نحطه بمطربان وناخد منه لغسان؟ غسان كتير بيحب المربى تبعي، طبعا من قبل كان يحبني أنا كمان. نحن أصلا منحبك، والله شوفي نحن ما عنا أي مشاكل وكتير متعلقين فيكي، وآكلين سوا خبز وملح. الله يوفقك شوي شوي على مهلك. ليكي لساتني عم بحكي برواق. شت بست بكفي. ياسمين انتي ليه متوترة؟ ماشي يلا فكي فورا، يلا تعالي فكي لي. طيب بس انتي لا تتحركي كتير، انا بفكه وخلص، انا بشلحك ياه. شو صار؟ شو صار؟ شو صار؟ يا الله دخيلك. سوزان كبيتي مربع فستاني اللي بدي ألبسه؟ ما كان قصدي يا ياسمين. فركي منيح بنتي، فركي منيح منيح منيح. يا الله ما عم ينضف. يا بنت هالسوزان مثل الكابوس اجت عليكي، شوفي شو عملت بالفستان، عن جد هي وحده مجنونه. لا وكمان بتقلي خافي، خافي مني. الله وكيلكم انا ما كنت مفكره هيك، مفكره اذا شافتني بالشارع رح تضربني بحجر على راسي وتجرحني، كنت مفكره الشغله بسيطه. انت شو كان بدك من فستان العرس يا سوزان؟ لك شو بدك منه يا الله؟ غسان ليش قلت لسوزان انه رح نتجوز؟ يا ريتك ما قلت لها. شو؟ بس انا ما قلت لها شيء. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال له؟ ياسمين انتي كمان كنتي قايلتيلي انه في حدا خبرتي، مو متذكرة اي شي. قلت لنيرمين وقلت لرفيف وهنن قالوا لي مو حرام مشان سوزان. معقولة هنن قالوا له؟ يعني صح هن لأنه زعلوا على سوزان، يعني ما بتكون نيتهم سيئة. مشان ما تسمع من حدا غريب قالوا خلينا نقلها بيكون لهيك حكولة، وانتي بعد هلأ لا تحكي أسرارك للعالم. مسحي ديما مسحي، شدي ايدك عليه. ماما ما عم ينضف ابنه، كيف بدي ألبسه لهالفستان هيك؟ أنا رح روح وأحكي مرة تانية مع سوزان. شو بدك تحكي معه يا غسان؟ شو بعرفني؟ مانك شايفة إنه وضع مانو طبيعي؟ بيظهر إنها منهارة. سوزان منهارة؟ غسان أنت شو عم بتقول؟ يلي منهارة سوزان؟ بعد كل شي ساوته بعدك عم تدافع عن سوزان؟ حبيبتي شو دخل هذا بهاد؟ لك مو هيك الموضوع؟ لكن هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ جاوب غسان. هي المرأة بالكذب والحيلة أخذت فستان عرسي وسكبت عليه بربة، قلت لك أنا شفتها بعيوني تنتين. بعرف تعرف أنا اللي تضررت. شو عم تحكي أنت؟ ياسمين وأنا هذا يلي عم أحكي لك. شو عم تحكي؟ كلكم عم تكسروا خاطري. هذا مانو تصرف طبيعي،
مشان هيك خايف عليها. وأنا كمان خفت عليها، والله شاهد على كلامي، قلت هاي المرأة حرام وما بعرف شو مشاعرها، بس أنا هلأ وصلت معي لهون ما عاد أستوعب شيء أبداً غسان. خلاص أنا بقول لهم للبنات بدي أتجوز غسان، ويا فرحتي، يعني الواحد بيبارك على أقلك، في حدا ما بيبارك لرفيقته كرمال الله؟ يعني كلمة مبروك بيقول الواحد، وهن شو زعلانين على سوزان لأني سرقتك شو منه؟ شو هالحكي هادي ياسمين؟ شو هالحكي؟ أنا أخذتك من بين إيدين حدا؟ حرام عليكم، هاي المرأة مو لعبت علينا وخدعتنا؟ مو قالت لك إنه أنا بدي روح على آلتن أولوك وأمي مزبطت لي جوازي وياسمين بدها تتجوز هنيك، وأنت جنيت من هاي القصة؟ شو بك غسان؟ شو بك شو نسيت تتذكر؟ ومشان هيك عرضت عليها الزواج مشان تجاكرني؟ شو إذا هيك؟ ما في حدا منكم بيتذكر هاي الشغلة؟ هذا اللي مجنني يا أختي. خلاص خلاص أنا عم أتذكر هالشغلات، أنتي لا تهتمي، هالمواضيع بلاها هلأ لأنه مو وقتها بالمرة، ولا يهمك، يعني خلينا نسكر على هالمواضيع. بس أنا عن جد انقهرت لأني مو شريرة ولا كذابة، بكفي بقى بلا يا ياسمين ولا بطيخ، الكل عم يعاملني على أساس أنا الشريرة، كرهتوني حاليا. وأنتي يا بنت امسحي بدواء غسيل، اعملي لك شي شغلة، دخيلك يا الله، المرة جنت عن جد الحق معها. سامحني يا ربي، أنا بعرف اللي عملته ذنب كبير، بس ما عم بقدر أتحكم بحالي، أنا ما بحبه لزوجي حسان، طلع منار الشخص اللي بحبه. الضمير هو المحكمة يلي موجودة جواتنا، كلنا منتلوى من عذاب الضمير، أحياناً بيكون السبب هو الخيانة، وأحياناً لأنه ما منتقبل فكرة الولد الجديد، وأحياناً لأنه منسرق السعادة من غيرنا ومننسى إنه كانت من حقنا. بس كمان بالمقابل في ناس ما بيعرفوا شو هو الضمير وما بيخافوا من شي، بيمشوا ورا الشر وما في شي بيردعهم أو بيوقف بطريقهم. الحارة كانت مثل العادة هادية، وما في شي عم ينزع هدوء الليل بحارة الزهور، وفجأة منلاقي صبية حلوة مرمية على الأرض وما حدا بيعرف شو صاير معها ولا حاسس فيها، وأم هاي الصبية قاعدة ببيتها ومبسوطة مع عيلتها وعم تحلم وتخطط للمستقبل ومو عارفانة شو مخبيتلها هاي الليلة. شو عم تساوي؟ ولا شي. تخيلي فورا نام جلال. ما عم بقدر صدق، كيف بتنيمه بهالسرعة؟ بغني له، بلعب له بشعره. أنت بتغني له؟ حاجة تكذب علي. ليش؟ بصراحة لأنه صوتك مو حلو أبدا. مين؟ أنت. لا هذا رأيك. ما بينام الولد على هالصوت. إذا بدك بغني لك أنت كمان وعيري دقيقة بتكوني نايمة. شكلي مستحيل نام اليوم. هي ياسمين معناها أنت ما بدك تنامي؟ طالما أنت هون ما رح نام. خلص بعد. ليش؟ حاجة تضحك بعد. إذا بدك تضل عم تمزح الله وكيلك رح طالعك من الغرفة وقفل البابها. خلص. قلت لك بلا مزح. طلع. اسمع.
الباب عم ينفتح. بابا شو عم تعمل هون؟ تعال لهون، تعال يلا 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 يلا، تعال نروح عند ماما مشان نلعب معها ونتسلى، بركي من دقيقة شوي. شو يلي مفيقك من النوم؟ شكلك ما نمت. اجيت لحتى نام عندك، وبابا كمان بده ينام عنا. ما بيصير ينام معنا، هو هلأ رح يروح مشان ينام بالغرفة الثانية. وليش ما ينام عنا؟ ما بيقدر قبل ما يجيب الهدية، وقبل الهدية بده ينزل على المحكمة ويرجع يعمل عقد الزواج، وإلا أنا ما رح أرضى. طبعا بدك تجيب هدية ولازم تكون مستاهلة كمان. روحوا يلا. خد أبوك وطلعوا، خلوني أعرف نام. يلا يلا وقف. أنت وياه طلعوا لشوف، تركولي الغرفة. يلا يلا تعال يلا لشوف بسرعة على غرفتك. هلأ صار وقت النوم، لازم تنام على بكير. طبعا لازم تحاول تنام بكير كل يوم مشان ما تطلع مريض مثل أمك. أي دخيلة أمان. وين ديما؟ طلعت قبل شوي لتكب الزبالة. والله يا أمان لو تعرفي قديش أنا مبسوطة وخايفة يصير معنا شيء ويحرمني من هالفرحة. لا يا روحي انتي بس قولي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ديما ديما شوفي ديما. خير شو صاير؟ ديما 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 حبيبتي ديما ديما حبيبتي شو صار لك؟ ديما 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 مش على الله شو صار لك؟ ما بعرف ما بعرف شو القصة؟ لقيتها هيك طلعت لقيتها واقعة بالأرض. ديما يا رب يا الله يبدي الوريدة. لا على مهلكم شوي على مهلكم ديما حبيبتي يا روحي شوي شوي فوتوا على مهلكم شوي شوي خالي ماجدة انتبهي ديري بالك شو خالي ماجدة ياسمين خليكي معه يا رب شو صاير مع أختي أمل حبيبي طلع فيني شوي أختك ما فيها شي لا تخاف رح ترجع بعد شوي تعال خلينا نلعب أنا وياك امشي امشي يلا اركض بسرعة خير شو صار شبه ديما كنت جايب اغراض لأمل ورايحة لعندي ياسمين طلعت لقيتها واقعة بالأرض خبروني إذا صار شي معكم أنا كنت جايبت لها البيجامة لأمل وطلعت من البيت لقيتها وقعانة بالأرض ومنظرها كتير بخوف ما عم تتحرك أبدا وحاولت فيها بس هي ما تحركت ما بعرف شو صار للبنت يا رب دخيلة طيب اهدي خالي ماجدة اهدي اهدي خلص اهدي يا ترى مين اللي عمل هيك أكيد ورا هالقصة واحد مجرم خذوني بسرعة لعندهم أنا كمان بدي روح طيب خلص رح ناخذ أول شيء عندي وارتاح ارتاح ضغطي نزل ارتاح شوي بعدين بنروح بوعدك خلص اهدي يلا تمام مو مشكلة لا تخافي ديما منيحة وكل الدكاترة رح يعملوا كل جهدهم مشان تتحسن بأقرب وقت إن شاء الله رح تتحسن غسان والله بموت إذا صار لشي لديما انتي لازم تتماسكي منيح وتكوني قوية هلأ على القليلة مشان ديما وجلال جلال لك جلال تركناه بالشارع هلأ بيضيع وينه غسان وقفي اهدي حبيبتي اطمني أمل معه إذا هيك اطمنت عليه بس ضل ديما شو بده يصير فيها اهدي طيب وين الدكتور يلي فحصها لهلأ ما شفناه بدي أعرف شو صار له ما حدا من هالمستشفى خبرنا بشي والله خايفة كتير عليها غسان روح شوف إذا بتقدر تحكي مع حدا من الدكاترة ليطمننا عليها بدي أسألكم شوية أسئلة لو سمحتوا ضروري؟ أي والله ضروري مو وقت الأسئلة هلأ أنا تعبانة كتير وبدي أطمن على بنتي قبل كل شيء أنا هلأ صرت بالمشفى والدكتور لسه ما طلع من عنده طيب شوفك منار بترجاك بس لا تقول إنك سمعت هالخبر مني طيب شوفك بعدين إليلي بنتك كانت متخانقة مع حدا؟ أو في شي حدا بيكرهها؟ شوف سيادة الضابط أنا بعرف إنه كل أم دايماً بتحاول تعطي صورة منيحة عن سلوك بنتها بس أنا بنتي مثل الملائكة الله وكيلك ومستحيل تكون على خلاف مع أي حدا إن كان بالمدرسة أو بالحارة بنتي إنسانة كتير ودودة عم يسألني الضابط حكي له أنت عنها هو الحقيقة ياسمين معها حق بكل اللي حكته يعني نحن منعرفهم من زمان وديما مستحيل تتزاعل مع حدا أكيد. أو يكون إلى أعداء طيب فيك تقولي لي مين يلي ضربها هيك؟ الموضوع واضح في حدا ضربها ما منعرف والله مستحيل انسى هالشي وما حاسبك وانتي لازم تدفعي الثمن وبتشوفي في؟ بمين شاكة؟ مين؟ سوزان مين هاي سوزان؟ سوزان يلي بدي أقوله أنه غسان بيكون أبو ابني لأنه أنا عندي ولد تاني صغير غير ديما أنا بالحقيقة تزوجت مرتين وبقصد أنه هو كان على علاقة مع سوزان يعني مشان هيك نحن افترقنا
والله صعب اشرح لك ليك غسان. انا عم اقول لهم هيك مشان انقذك وما يشتبهوا فيك بالقضيه. هو وسوزان كانوا عايشين علاقه وبعدين ندم ورجع على بيته، بس سوزان ضلت معصبه مني واجت لعندي من فتره وصارت تعيط بوشي وطريقتها كانت بتخوف، مبين عليها بدها تعمل مشكله. بس انا الله وكيلك حاولت تكون هاديه وما كبرت القصه انا وياها، بس اللي فهمته انه هي ما رح تسكت لي وبدها تحاسبني. يعني هددتك؟ اي هددتني. بجوز بنتي هون بسببها. ايه معقوله هي عملت هيك؟ ياسمين سوزان مستحيل تعمل هيك شيء. غسان انت اخر شخص بحق له يحكي بخصوص سوزان. ايه ياسمين خير؟ شو صاير معكم؟ انا سمعت الخبر من ماجدة، قلت بجي لأطمن على ديما. كيف صارت؟ وجاي لهون بكل عين وقحة؟ اه ياسمين انت ليش هيك عملتي ببنتي؟ لك ياسمين كنتي ساوي فيني الي اللي بدك يا، بس بنتي شو ذنبها؟ روحي من هون. يلا روحي روحي من هون. روحي لسه ما موتك حدايا معي. شو عملتي هون؟ شو عملتي ياسمين؟ ما بدي حدا يحكي معي ابدا. هي اكيد جنت. كيف بتفكر هيك؟ انا ما عم صدق انها عم تتهمني باني عملت هالشي. خلاص اهدي شوي سوزان. بدي اسالك سؤال لو سمحتي، عن جد في بينك وبين ياسمين عداوه؟ شو هذا اللي عم تقوله؟ ما في عداوه. هو خلاف صغير، بس هذا ما بيعني انه ممكن انا اذيها او اذي بنتها. مستحيل اعمل هيك شي. بس انا احكي لك كلمه شبك. وقفي لنشوف. طيب فيك تحكي لي وين كنت امبارح؟ كنت بالبيت وفيني اكد لك كلامي. كانت عندي جارتي كمان، قعدنا تفرجنا على التلفزيون وشربنا شاي وشفنا مسلسل وسمعنا صوت سيارة الإسعاف وقت اجت لعندهم. بالله جد؟ ايه رح أعطيك رقم تليفونه وانت تأكد من هالشي. لو سمحت. لو سمحت دقيقة لحتى طلع لك يا. تفضل. تفضل سجل. مالي قدراني اتحمل، اتركوني خلاص بترجعكم بدي روح. والله انا متأكدة انه هي يلي عملتها لك شبكون. ليش ما عم تفهموني؟ ياسمين نحنا منعرف انك هلأ موجوعة كتير، بس ما بيصير انك تتهمي مين ما كان هيك بدون سبب. يعني انا مجنونة؟ انا شو قلي معها لحتى اتهمها هيك؟ اه بعدين انتو شو صاير لكم على اساس رفقاتي؟ لا تخلوني انسى الرفقة والسنين يلي عشناها مع بعض. والله بعملها بعملها وما بسأل. اهدي بقى ياسمين ولا تتسرعي، انا متأكدة انه سوزان ما عملت هالشي. لك شو عم تحكي؟ اه لكن مين عمل هيك ببنتي؟ طيب ليش هيك عم يصير مع بنتي؟ وشو يلي عملته بنتي لحتى يأذوها؟ والله هي حبابة وما بتعمل مشاكل مع حدا. يا ربي يا ربي دخيلك، والله لسه صغيرة. اجيت بكل نية طيبة لحتى اشوف ياسمين واطمن على البنت. طلع شو صار فيني مشانها، انا بسببها عم يتعاملوا معي كأني مجرمة. خلاص سوزان. غسان فيك تقلي انا شو عملت لحتى عم يصير معي هيك؟ كل هالشي بس لانه بحبك. اهدي خلاص. انا هلا حكيت مع جارتك وهي اكدت لي على كل اقوالك. يعطيكم العافية. العفو. بتمنى تكون اقتنعت ببراءتي. سوزان أنا ما شكيت للحظة أنك ممكن تعملي هيك شيء، بس لازم تقدري حالتها لياسمين، بنتها بين الحياة والموت. غسان ياسمين متضايقة، برأيي تروح لعندها هلأ. سيادة الضابط فينا نحكي شوي؟ أنا بعرف شغلة مهمة بتخص هي القضية وبتساعدنا. احكي فورا. بصراحة كان في واحد ديما كانت متخانقة معه. مين؟ الحقيقة ماني عرفانة كيف بدي بلش هي القصة. ديما بنت مرباية منيح ومن أحسن البنات بالدنيا كلها. اسأل عنها ويا ريت كل البنات يكون عندهم مثل أخلاق هي البنت. وأنت مثل ما بتعرف إنه الأولاد ممكن يغلطوا أحيانا. ديما كانت عم تلتقي مع واحد وطلع متزوج، ومن فترة قصيرة كانت عندي بالبيت وسمعت عم تتخانق معه على التليفون. هي كانت عم تتهرب منه وهو كان عم بيصر عليها مشان يلتقوا. كملي. هذا كل شيء أنا بعرفه بالتفصيل. شكرا إليك. ياسمين أنت شو اللي جابك لهون بهالوقت؟ آه ما كان ناقصني غيرك. الله وكيلك، لما دريت شو صاير معكم إجيت لهون فورا. منين دريت بالموضوع؟ بالصدفة كنت مارق بالحارة وكان الشارع معجوق وفي زحمة، بعدين دريت من الجيران وقلت بجي لوقف معك. خلاص فهمت، أنا مالي محتاج شي ولا بدي منك شي. روح من هون الله يرضى عليك. يلا أنا مو جاي لهون على المشفى بس مشان شوفك ياسمين. أنا كمان بحبها لديما وإجيت لوقف جنبها، حابب اطمن عليها ويمكن تحتاجوا لمحامي.
طيب انت محامي كبير وصار لك سنين عم تقنعني بهالشغله، بس قلي شو يلي استفدنا منك؟ اه لما رح نلاقي يلي عمل هيك بديما تاكدي ما رح نخليه يطلع من الحبس. غسان شو صار؟ سوزان سهرانه كل الليل مع جارتها بالبيت. ما بصدق هالحكي، هي وحده كذابه وبتعرف كيف تلف وتدور. الشرطه حكوا مع جارتها وطلع كل شيء حكته مزبوط. رح شوف الشرطي لاعرف منه شو القصه. طولي بالك، شو اللي عم بيصير؟ طولي بالك، خلصنا بقى. من حقك تعرفي مين يلي عملها العمله البشعه ببنتك، ونحن كمان كلنا بهمنا نعرف، بس كمان لازم نتصرف بهدوء وما نتسرع، صح؟ خلص اهدي، اهدي. امتى يعني؟ ياسمين، ديما على علاقه مع زلمه متجوز، والشرطه عم تدور عليه. شو هالتخبيص هاد؟ اسمع منار، انت اكيد صاير لعقلك شيء. يا اما جنيت. من وين جبت هالحكي هاد؟ مو على اساس انت محاميها للبنت اه، ولا جاي لهون لتحكي عليها لبنتي؟ اهدي شوي، اهدي شوي. بس مو انا اللي حكيت هالشي، اللي حكى وحده من رفقاتك. انا ما عندي رفقات وسخين مثلك ومثل رفقاتك، بدك تتبلاها لبنتي؟ يلا روح بسرعه وانقلع من قدامي، اطلع من هون. يلا ياسمين، هو ما عم يتبلى، انا اللي حكيت. ديما هي اللي حكت لي القصه وقلت لازم احكي للشرطه. لا هذا الحكي كذب وما بينصدق. ياسمين حتى انتي رفيف صاير عم تألفي قصص. ياسمين والله انا ما عم كذب، بس انتي اللي مانك عرفاني شي، وهذا السر بنتك قالت لي اياه، وانا هلا مجبوره اخبرهم. لا عاد تحكي ولا كلمه، ما بدي اسمع. انتو كلكم عم بتخبصوا. ياسمين اجا الدكتور. دكتور لحظه، شو صاير لبنتي؟ لسه ما فايت لهلا، صار معها ارتجاج بالدماغ بسبب الحادث. لا لازم نعمل لها شويه فحوصات. فيني شوفها؟ هلا تفضلي، فيك تشوفيها. ماشي، شكرا لك. ديما، ديما. يلا افتح تمك، كل هاللقمة بس. طيب جلال، انسالي الأكل بتاكل وقت الجوع، بس بترجاك اشرب من إيدي كاسة هالعصير. يلا يا روحي. يا روحي، لك أنا صرت متجوزة 3 مرات وبحياتي ما عصرت كاسة برتقان لواحد منهم، مشانك اهتروا إيدي وأنا عم أعصر. اشربها للكاسة على القليلة. يلا اشربها لشوف. طيب شو رأيك أعمل لك مربى؟ ما أنا طبيعي الولد يا لطيف، شفانيت. ليك أمك إذا عرفت رح تزعل مني، وبدها تقلي ما درتوا بالكم على الولد. شوفي إذا أكلت لأمتين قبل ما يرجعوا أمي وأختي، ما رح أكل. أمك هلا بالمشفى حبيبي جلال، يعني أنت بدك إياها ترجع قبل ما تطيب أختك؟ طيب هن ليش ما أخذوني معهم؟ ياسمين على التليفون. إيه ردي. يا روحي، شو صار مع ديما؟ اسمعي ياسمين، جلال منيح بس وينك؟ حكي خليه يسمع كلامنا، والله هلكنا. أنا وخالي ماجدة صار لنا ساعة عم نناقشه وما رضي يحط لقمة بتمه. أنا بدي أحكي مع أمي. وقفي، ليكو جنبي وقال بده يحكي معك، احكي. يلا بشوفك المساء، خود احكي مع أمك. ألو أمي، عن جد أختي مجروحة؟ إيه حبيبي مجروحة وعم تتوجع. بس يا ماما، أنا لما ركبتي انجرحت ما أخذتوني على المشفى، وكنتي دائما تدهني لي دوا، ليش؟ لأنه أختك نزل منها دم كتير وهلأ الدكتور عم يعالجها، وبس الطيب بتشوفها يا روحي. بس هلأ خليك هديان، لازم ما تعذب خالتك أمل. إذا قالت لك كول بتاكل، ولا تتأخر بنومتك، مفهوم ابني؟ هلأ بابا بده يجي لعندك. يا روحي ماما كتير بتحبك. وأنا بحبك يا روحي، أنت بشوفك. يلا يا حبيبي، أنا بعرف أنك ولد كتير شطور. ليك لأنه أنا كتير بحبك هلأ. هاي لمين؟ رح توقك الزيتون اللي بحبه. يلا افتح تمك يا شاطر. برافو عليك يا جلال البطل. غسان روح انت هلا لعند جلال، لانه هو خايف كتير، اكيد رح يرتاح بس يشوفك. وانت؟ نيرمين معي هون وما رح يصير لي شي، لا تخاف. رح شوف الدكتور بالاول وبروح. وانا بدي ضل جنب ديما، ما رح اترك بنوب. وقف لقلك، طالما قبلت تاكل بالآخر امسك هاي اللقمة كمان. يا شاطر. سلام، برافو عليك يا جلال الشاطر، والله الولد شاطر وبطل. ايه ايه طبعا، والله خالته أمل بدها تحط له عسل على الخبزة. يا سلام. أوه، العسل بيعطي الأبطال طاقة. جلال، جلال تعال هون.
يا روحي لسه ما كملت فطورك، معقولة بتشبع من هاللقمتين الصغار؟ لا تضغط عليه أكتر من هيك. ليكي ما سألتك قدام الولد ديما وضعه مو منيح كأنه؟ لا والله يا خالي ماجدة، قاعدين بالمشفى وعم يستنوا الفحوصات والدكاترة شو بدهم يقولوا. يعني بصراحة أنا وياسمين صار لنا سنين عم نتخانق مع بعضنا ومنضل عم نتناقر ونتمسخر على بعض، بس والله هالمرة تأثرت، والله زعلانة على هالبنت. بس أنا اللي ما عم أفهمه ليش الواحد بيتأثر على أولاده كتير. أول مرة بشوف ياسمين عم تركض وتعيط بالشارع بهالطريقة. آخ الولد كتير غالي، صدقيني ما في شي بيعوضه ولا حدا بياخد مكانه. خالي ماجدة بدي أسألك، هلأ هي الحارة كأنه كلياتها مشاكل؟ لأنه اللي عم يصير شيء مو طبيعي أبداً. إيه معقول لسه كل يوم عم تطلع لنا مشكلة؟ والله ما عم نلحق نرتاح من المصايب، لكن بنطلع من قصة بنفوت بقصة تانية فوراً. ليش هيك؟ عم فكر فيها وقلت لو يوسف موجود يمكن يكون السبب، بس الزلمة مات وخلصنا بقى، وأنا شفته بعيوني، دفنوه وحطوه تحت التراب، ومستحيل يكون هو اللي عمل هيك. في واحد بالي وبرأيي ما في غيره. كيف بقى؟ شو شفتي اللي سوا هيك؟ ما شفته بعيني، بس بيوم الحادثة أنا كنت طالع على المسا وعم كب كيس زبالة، ووقتها شفت بالطريق جارنا إبراهيم وكان سكران وماشي عم يترنح يمين وشمال لدرجة إنه وقع على الأرض. عم طمني صار لك شيء؟ وهالبنت المسكينة ديما كانت عم بتحاول تساعده للرجال مو أكتر. نلعي من وشي انت الزمان. العمل عمل عمل عمل، شايفة هالناس؟ المنيحة ما بتزبط معهم لأنه ما رح يقدروها، مشان هيك أنا ما بحب ساعد كل العالم لأنه شوفي شو بيطلع منهم. معك حق، المهم ديما حملت حالة وراحت، بس إبراهيم بوقتها انزعج منه وصار يبهدل ويعيط بالشارع. أنا قلت هذا سكران، بس بعد ما رجعت وشفت ديما واقع على الأرض شكيت فيه فورا، ولما أخدوها على المشفى كان واقف ليعرف شو الموضوع. حاولت أعرف شو القصة وليش واقف عم يتفرج علينا، بس ما عرفت. بعدين ربطت الأحداث كلياتها وعرفت إنه هو اللي عملها، يعني واقف ليعرف شو صار بالبنت. اسمعيني خالة ماجدة، هالشي اللي حكيتي لازم فورا نقوله للشرطة وبأسرع وقت. وقفي حبيبتي، الشرطة ما رح تصدقنا، وما بدي هو يعرف شي عن القصة لأنه أنا مرة عايشة لحالي، وبجوز بأي لحظة يفوت على بيتي ويهجم علي ويقتلني. الحق معك والله، بس شو بدنا نعمل هلأ؟ معقول نضل قاعدين عم نتفرج على القصة بدون ما نتدخل؟ لا يعني إذا عنا دليل ضده أكيد ما رح أسكت له أبدا، بس ما في دليل. طيب نحن هلأ من وين بدنا نجيب دليل؟ فكري شوي، من وين بدنا نلاقي هالدليل؟ موجود؟ أحكي. بس القصة بدها حدا قوي ويكون عنده جرأة. ومين هو؟ أنتي. إذا بمسكه لهالواطي بدي أقلب إيدي. منار الله يخليك، وطي صوتك شوي، البنت كتير تعبانة. أساساً أنا بفضل إنك ما تتدخل بهالشغلة. كنان عرف شي بالقصة؟ ما خبرته لكنان، هو مو هون هلأ. إذا عرف رح يجي ويبلش أسئلة واستفسارات، وأنا أعصابي تعبانة كتير، مالي متحملة هيك قصص. إيه بس كنان بيكون أبوه ومن حقه يعرف. طيب ماشي، بكرة بتصل فيه وبخبره. ديما حبيبتي يا روحي انتي، يلا قومي. سامعتيني؟ خدي ياسمين جبت لك شي لتشربي. شكرا حبيبتي، ما بدي اسلمه ايديكي، مالي قدراني احط شي بتمي. بدي اقول لك شغله، رفيف من شوي اجت لهون وهي حابه تشوفك. ما عرفتكن على بعض، منار بيكون قريبي، رفيقتي نرمين وجارتي. تقابلنا مره بعيد ميلاد جلال. اهلا وسهلا سيد منار. اهلا وسهلا. أنا رايحة هلأ لشوف رفيف. وأنا رح أجي معك. لا بدياكي تضلي هون بلا ما يحكي منار مع البنت كلام يزعلها. أنا ما رح طول كتير ماشي. ياسمين خليكي رايقة مع رفيف ولا تتخانقوا، هي هلأ زعلانة كتير من اللي صار وأكيد رح تحكي لك وتعرفي الموضوع. لشوف شو بتعرف ونفهم شو صار. يا روحي انتي منيح انك ما حسست انه منعرف بعض، لانه لهلأ ما حدا بيعرف انه رح اتطلق من حسان. لو سمحت يا ريت هالشي يضل سر بيناتنا. ايه اكيد، المهم انتي لا تضايقي حالك. عمو منار.
انتو نرمين. ديما سامعتيني هلا؟ رجعت غمضت عيونها. كيف صارت ديما؟ مثل ما هي. انت ليش هيك عملتي مع بنتي؟ فهميني؟ صدقيني ياسمين انا ما كان قصدي انه احكي عنها او جيب سيرتها بشي غلط، بس بصراحة هي حكت لي شو صار وهذا اللي قلته للشرطة مشان يتصرفوا بسرعة مع الزلمة. وهي ليش لا تحكي لك؟ بعدين انت قصدك انه يلي عملتيه لمصلحة ديما؟ ياسمين ركزي معي شوي، مو بالعادة ديما بتجي لعنا مشان تدرس نجلة؟ مزبوط. بآخر مرة كانت عنا كان مبين عليها انه كتير متضايقة. بوقتها أنا فتت على غرفة النوم لنام، وطبعاً كنت متغطية بالحرام، وفجأة فاتت ديما على غرفتي وبإيدها حاملة التليفون، وطبعاً ما شافتني لأني متغطية، وكانت معصبة وهي عم تحكي، وسكرت التليفون وبلشت تبكي، وأنا وموجودة سمعت كل اللي صار، ولما شافتني خافت من إني أحكي لحدا أي شيء من اللي سمعته، فأنا وعدتها إنه ما أحكي شيء. قامت حكت لي قصتها معه وكيف عرفت إنه متجوز. معقول هيك ساوت؟ ياسمين كل الأولاد بهذا العمر ممكن إنه يغلطوا. دكتور من شوي فتحت عيونها وطلعت فينا وحكت مع نيرمين ونادت لي باسمي. هالشي ممكن يصير، يعني فينا نعتبر انها فائت من الغيبوبة؟ شوف يا أستاذ، بحالة مثل حالتها احتمال انه المريض يفيق من الغيبوبة. الأفضل إلها انه تضل مثل ما هي حاليا مشان الوزمة اللي صارت بدماغها. كيف يعني؟ لازم تضل تحت المراقبة بالوقت الحالي، وأنا متأكد انه رح تطيب عن قريب. بفهم منك انه ما في أي خطر على حياة البنت؟ أي أكيد. طالما هيك أنا رح أخبر أمها بهالشي. دكتور لحظة من فضلك، بدي أسألك سؤال إذا بتريد. ديما إذا طابت وطلعت من الغيبوبة ممكن هي تتذكر شو صار قدامها؟ إيه احتمال كبير. دكتور الوزمة اللي حكيت عنها ممكن إنه تسبب لها أي نوع من التهيؤات؟ لا ما في هيك شيء أبدا. بس دقيقة، مرة كنت مريضة كتير ونايمة بالتخت، شفت المرحومة أمي فاتت على غرفتي وصارت تطلع على أغراضي وبعدين فتحت لي الدروج. يوم الدكتور قال لي إنه هذا سببه ارتفاع الحرارة. ممكن هذا الشيء يكون صار مع ديما؟ مدام عندي مرضى كتير ولازم شوفهم من بعد إذنك. ياسمين بنتك كتير فهمانة وواعية، أول ما عرفت إنه هذا الزلمة متزوج ما عاد حكته أبدا، بس المشكلة هو اللي ما عم يرضى يحل عنا، مشان هيك حكيت أنا للشرطة لأني خفت يكون هو ورا هالقصة، فلازم الشرطة يحققوا بهذا الموضوع. كلكم بتعرفوا وأنا ما عندي خبر. ياسمين أنا وعدت لديما أنه ما أحكي لك القصة. ليش أنت رفيقتي لألي ولا رفيقة ديما؟ كان لازم أعرف بالموضوع، أنا أمّا للبنت. أنت كيف بتخبي عني هيك شيء؟ بتعرفي لو أنك من وقتها خبرتيني ما كنا شفنا ديما بهالوضع هاد. ياسمين فهميني شوي، أنا كنت عم حاول إني ما خرب الثقة بيني وبين البنت. معلش ما تجيبي سيرة الثقة أبداً؟ خلص ما عاد في داعي للحكي. ألو أي غسان؟ أي ياسمين، الشرطة عم تطلب مني رقم تليفونه للزلمة، أنا رح دور بين أرقامه على الموبايل وأعطيهن إياه. طيب روحي، أنا رايحة لعند ديما هلأ وعم بستناك هونيك. ياسمين عن إذنك لازم روح. ياسمين جلال يلا حبيبي زدت لي هالطابة اللي معك وأنا برجع لك ياها، وهيك يعني من العافية ونحن قاعدين اتفقنا. إيه بلا ما نلعب. أوكي ما بدك نلعب وما عطيني جهاز تحكم اللي جنبك كمان ما بدك، مع أنه أنا بدي شغل لك التلفزيون على أفلام الكرتون. بلاهن، شو رأيك نقوم أنا وياك ونلعب بهالطابة الحلوة الحمراء اللي معك؟ يعني بنعمل مباراة كرة قدم وفيك تكسر يلي بدك يا ما في مشكلة، أصلاً كل الأغراض فداك. ما بصير ماما بتعصب. إيه معناتها خلينا قاعدين هيك للمساء ووقت تنعس اللي أنا بعشيك وبعدين حط راسك ونام تصطفل. يا الله دخيلك. سوزان مرحبا كيفك؟ اهلا فيكي حبيبتي. بصراحة ياسمين ما أنا هون، هن لساتهم بالمشفى. ايه بعرف هالشي بس اجيت لأنه انشغل بالي على جلال. جلال ما في شي، يعني هو منيح، اصلا انا من الصبح مشغولة بهالولد العنيد. ومشان ما خليه يحس باللي صار ما تركت شي ما حاولت اعمل له اياه بس ما رد. الولد طالع لأمه ساكت وقالب لي وشه. خليني اشوفه بعد اذنك. تفضلي. هي شو اللي جابها هلا حبيبي؟ شو عم تعمل؟
قاعد. تجي لعندي؟ وأنا وياك منعمل من البسكويت يلي بتحبه، وبتعملهم بشكل بتحبه، وبعدين مناخدهم لعند أختك. شو رأيك؟ خلينا نعملهم بالشوكولا، أختي بتحب هدول أكتر شي. ماشي، منحطلهم كتير شوكولا. أمل، بدي أخد جلال لعندي. خدي حبيبتي على راحتكم، أصلاً أنا شو ما عملت معه ما عم يرضى معي، جنني. يعني لو بفهم على الولاد كنت جبتلي شي ولد لألي. كيف بتحكي هيك قدام الولاد؟ يلا تعالي يا روحي. يا سيد جلال، أنا ما توقعتك هيك، مشان بسكوتين وقطعة شوكولا بعتها لخالتك أمل. ما لو بعرف هيك كنت نزلت جبتلك، يعني وقتها على القليلة كنا ضحكنا لنا شوي. ها كنت جاي مشان ناديلك. بنتك ديما فتحت عيونها. لا تكذب علي. ليش لحتى كذب لك؟ والله فتحت عيونها واجا الدكتور وقال إنه رح تتحسن، طولي بالك. حبيبتي يا روحي. روقي روقي حبيبتي. ديما أمي. ياسمين الحمد لله بنتك فتحت عيونها. أي بس رجعت سكرتهم مسكرين، يعني ما طابق. قلت لك فتحت عيونها، ولما اجى الدكتور قال اكيد البنت رح يتحسن وضعها. يا عمري ردي علي، يا قلبي انت فتح عيونك مشاني، الله يوفقك، بدي اشوفك بس ورجيني وشك. يا روحي انت، والله انا تعبت وبدي اشوفك. هذا منار كتير بيكذب، بقى فتح عيونك لستي. يلا بنتي فتحيهم كرمالي، الله يوفقك فتحيهم، بس بدي اشوفك بترجاكي. ديما ديما فعلا انت طلعت واحد ما بتفهم بالحكي ابدا. اذا ما اندفع لي 50,000 ما رح اجرب نوب. والله البيت هيك بيسوى، لك البيت كله مفروش. طيب خلص عم يندق الباب، بنحكي بعدين. اف يا صرعني. جاية. أهلين خالي ماجدة. أهلين فيكي، الحمد لله قدر جيب لك كل شي معي. يعطيكي العافية. ورجيني شو جبتي. كل هدول شوفي. هدول؟ خالي ماجدة مشان الله، شو هاد اللي جايبتي؟ شو هاد؟ شو جايبتيهم مشان حصان؟ معقول ما في أصغر منهم؟ إيش وأعمل ما لقيت أصغر من هيك؟ قلت بتدبري راسك. وكيف بدك يعني دبر راسي؟ هي ما فهمتها. معقولة أنت؟ اف والله هيك ما رح يمشي الحال ابدا. بحبها لا ياسمين بس مو لهالدرجه. نحن اتفقنا وما في تراجع منوب. نحن المفروض نثبت انه ابراهيم هو اللي حاول يقتلها وباي طريقه لكان، وبس يمسكوه ينحط بالسجن. حبيبتي انت رح تصيري بطلة الحاره المشهوره، ووقتها ياسمين كتير رح تنبسط منك، وهذا المعروف ما رح تنسالك يا بكل حياتها. ايه سكتيني والله. ايه اصلا شيء كتير طبيعي انه تكون مبسوطه مني، فوق ما رح اعمل كل هالقصص كرمالها ومعقول ما تنبسط كمان. ايه مشانا رح اكل كل هالابر. خالي ماجدة ليكي، ليش هيك انتي جبتيهم بسرعه؟ انا لسه ماني جاهزه مشان اكل هالابر كلها. حبيبتي قوي قلبك شوي، معقول تبكي من شكه ابره؟ لكان خديهم بدالي. جايه. منيح طلعت انت، هي اكثر مره بنبسط فيها بشوفتك والله. شو القصه؟ شكله جلال معزبك كتير ما هيك؟ لا مو هيك الموضوع، تعبني شوي بس انحلت القصة. أنا بعدته لعند سوزان من شوي. لك شو عم تحكي أمل؟ إيه. طيب ليش بعدتي لعند سوزان؟ لأنه أنا ما قدرت ضبه للولد. والله يا غسان شو ما عملت له ما كان عم ينبسط، وطول الوقت معصب ولا عم يرضى يأكل ولا يلعب. ولما أجت سوزان قالت له امشي نروح نساوي الجاتو سوا، قمت لقيته صار يركض وراها وانبسط كتير. وقتها قلت خلي يروح شوي. الله يسامحك، يا ريتك اتصلتي فيني. رايح جيبه، ما رح خليه عنده، وطالما كل هالقد معزبك رح اتركه عند رفيف. امل اوعى تقولي لياسمين انك بعتي لعند سوزان، مفهوم؟ طيب لا تاكل هم، والله ما رح اقلها. شو هالورطه هي؟ حبيبتي بهالوقت ما في حدا مستاهل تعملي شي مشانه. بعتنا الولد مشان يتسلى وينبسط، اطلعنا غلطانين. دكتور طمني وقال لي انه رح تتحسن. يا الله شو انبسطت. انا لازم ادعي اكثر واحمد ربي واشكره على هالنعمه، وما بقى ابكي ابدا، لازم اكون قويه شوي. خلص وعد مني انه ما تنزل دمعه من عيوني لشوف بنتي فتحت عيونها. انت روح، ليش قاعد هون؟ هلا بيجي غسان ونرمين ليك معي. لا انا لازم اجيب لكم اكل وبعدين بروح. لا تجيب شيء، مالي نفس اكل. تحت بشوفك. ياسمين
السيد منار معه حق، يعني انت من الصبح لهلا مانك حاطه بتمك ولا لقمه، المفروض تاكلي لتقوي. اي والله مزبوط، لازم ضل قويه. رح اكل سندويشه.